اهدى على نفسك شوية يا بنت. لا رايحة جاية رايحة جاية على الشباك، هو هيطير منك. بيوحشني يامه، وبعدين بقاله ساعة مش باين تحت. لما تروح الجامع اللي جنبنا دهوت وخليهم يندهوا عليه بالميكروفون. واحد تايه يا ولاد الحلال. تايه ده ايه؟ هو عيل صغير ده راجل وسيد الرجالة كمان. أنا بس اللي بحب أشوفه كده كل شوية أو أسمع صوته. ده من إمتى ده يا أختي؟ من زمان، بس أنت اللي ما كنتيش واخدة بالك. أقول لك على سر يا زوزة. قولي يا روح زوزة. أما كنت بقعد مع نفسي كده زمان وأقعد أفكر، كنت بقول يا لهوي لو ميمي مش في حياتي أنا كنت هعمل إيه؟ كنت هتتجوزي واحد تاني؟ طفي من بقك، أتجوز واحد تاني ده إيه؟ هو في زي ميمي؟ في رقته وجدعنته وطيبة قلبه. الله، تم لما هو كده يعني مفيش زيه ومفيش جدعنته، بتعصبيه ليه؟ مش عارفة، بحب أشوفه هو متعصب وغيران عليا، بحب أشوفه كده وهو دمه بيجري لما حد بيكلمني بربع كلمة. بجد يا بنت المحرم. إيه ده يا ميمي؟ أنت هنا من إمتى؟ من ساعة بحب أسمع صوته وأشوفه. أهو قفشك يا روح أمي. طب خليكوا بقى قاعدين مع بعض. خلي عمتك تنفعك يا على يا عين عمتك. تعال تعال جنبينا هو. ازيك يا حبيبي؟ ازيك عمته؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ كويس؟ انت كنت فين؟ كنت في الوزاره، كلموني من ساعه قالوا لي تعالى عشان تحلف. قالوا احلف، قال جالك الفرج يا عمتي. انا حرامي ولا ايه؟ بضحك معاك يا حبيبي، بضحك. اضحك اضحك يا حبيبي. نفسي ضحكه ابوك والله والله العظيم. بالظبط نسخة يا أولاد. الله يرحمه. الله يرحمه سنيهم. أنا عاوزاك في حاجة كده. أمور يا حاج. خد يا ميم. ليه ده عمته؟ عامل بيه إيه؟ ألا أنت مش كتبت كتابك على البيت ولا أنتوا بتضحكوا عليا وترجعوا تقولوا بتنسى؟ لا يا ستي، كتبنا كتابنا فعلا. طيب يبقى خلاص الخاتم ده بتاعك. الله يرحمها أمك ويحسن إليها. كانت ادتهوني وقالت لي لما سمحت جيت تتجوز ادهولها، ما انك انت بقى اللي هتتجوزها، خلاص انت اللي تدهولها. لا يا عمتي، وانا كل ده كنت فاكر انت تنصب عليا. يا وسام. حبيبتي يا عمتي. يا حبيبي يا حبيب قلبي. فاكر يا ميمي وانت صغير زمان لما كنت اخدك احميك والفك بالشال الابيض واقول لك الواد ميمي ملفوف بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. والشال الابيض ده بتاع مين؟ بتاع ماما زوزو اللي حمته. يا حبيبي كانت ايام. طب انت ليه بقى بتفتكر الايام دي دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه. ما هيديني ان شاء الله. الله، انت فاكرني كده هتاخد فتيس؟ لا ده انا قاعده على قلبكم لحد ما ارب عيالكم وعيال عيالكم والفوهم برضو بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. يلا انا هنزل، عايز حاجه مني؟ لا انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ معلش انا كنت جاي بس اجيب حاجه وسمعت الكلمتين الحلوين دول فخطير بقى. طيب يا حبيبي والنبي ممكن تسقيني ميه؟ عينيا. هو سندوتش صغير كده احسن. البت سامح سايباني من الصبح على لحم بطني. بسطرمه؟ اعمل لك بسطرمه. بسطرمه وجبنه وحاجات كده. والنبي ايد نور السلم اله يسترك دنيا واخره. احسن اخويا صلاح وهو طالع عليه بالليل كده وفي الضلمه يتكفي على وشه. اخوكي صلاح؟ هي هبت تاني عمتي ولا ايه؟ لا خلاص خلاص، انا هنور لك نور السلم للميتين كلهم اللي هيطلعوا لك النهارده. الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. الله يرحمهم. يا نص، يا حكيت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه، انا بعرف من وشها. طيب ممكن تكون زعلانه من امك، من حد من الشغل يعني. جيجي ما بتزعلش من اي حاجه في الدنيا دي الا لو انتوا الاثنين اتخانقتوا. يبقى انت كده عارف كل حاجه. قول يا ديب، انت مش ناوي تتجوز اختي؟ اسمع نص، اختك دي غاليه عندي قوي وانا عايز اتكلم معاك بس خايف ما تفهمنيش. قول يا عم. ماشي يا نص، لما تحب واحدة تاخدها وتقعدوا في مكان مشبوه هتقعدوا في حتة نظيفة. حتة نظيفة أكيد. طيب ده بقى اللي أنا عايز أعمله مع أختك. عايز لما أتجوزها نقعد في حتة نظيفة، نخلي في حتة عيل حلو زيك كده. فاهمني يا نصر؟ فاهم، بس أنجز. بس أنجز وأنت وأختك كده متصربعين في كل حاجة. حاضر، أدعي لي بس في قلبك طاهر، ممكن ربنا يسمع منك. يا رب. أنا هطير دلوقتي. بس ماشي يا نصر. أخويا كبير. يا
ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي؟ الواد نصه ده جدع قوي. مش احلى مربينه؟ لازم يطلع واد ذكر. تفتكر لو اتجوزت البنت جيجي اخلف واد زيه؟ احلى منه كمان ان شاء الله. بس انت يلا بقى جدع وخلي الفرحه فرحتين. وكله متصبع كده، بالراحه عليا شويه. قابل يا سيدي. هروح اقابل. جيب لي البن يا نحل. انا يا اخي. يا جيجي عامل نفسك مش شايفاني ولا ايه؟ كنت فين يا بت؟ هكون فين يعني يا حصر؟ من البيت للمحل ومن المحل للبيت. الدور الباقي بقى اللي ما بيهمتش وما فيش غير على لسانه، عايز اسافر عايز اسافر. يا دي موضوع السفر ده في ايه؟ انت بعتي لي اخوكي؟ وما بعتوش ليه؟ مش راجلي وعايز مصلحتي؟ لو ان الواد ده عسل وانا مستردعه انا ما كنتش عديت لك طقم النكد اللي عملتيه معايا النهارده ده. لعلمك بقى انا ما بعتوش. هو اللي حاسس وعنده دم. لما بيعرف اني زعلانه من حاجه بيتصرف وبيعمل اي حاجه عشان يرضيني. ايه ده؟ هو بس اللي بيعمل؟ ما شفتش حد غيره بيعمل يا اخويا. لا انا بعمل بس انت ما بتشوفيش. يا بت يا بت فكري يا بت. كل ده عشان مين؟ ما عشانك انت. عشان عيونك دول يا بت. يا سلام كني كده بالكلام يلا. ما لازم اكلك ولا اعمل ايه؟ انت قمر. هو فين احمد؟ العادي بتاع كل يوم كبير، خناقه على طابور العيش. برضه العيش والناس تجري وتسيب لنا القهوه فاضيه. في حد تبعنا هناك؟ والله كبير ما اعرفش بس يمكن الله اعلم. اطير طب اشوف لك الدنيا فيها وارجع. استنى اجي معاك ابص، جايز يكون حد يخصنا ولا حاجه. Oh.